الان غندوزو للمحور الثاني اللي هو عصبه الضرب ديال الكبرى اللي انت رئيس ديالها. شنو العلاقه اللي كاينه ما بين العصبه الضربيضه اللي كتراسها والفرق المنضويه تحت لواء هذه العصبه هذه؟ هو هذا المحور هذا هو مرتبط بنادي الرجاء الرياضي. الوقت اللي تخلق لنا هذا المشكل ديال 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 المكتب المديري ديال الرجاء مع المجلس الاداري ولاو جوج فروع وهي غير في الهضره حتى الورق لا. حنا حكمتنا المحكمه لصالحنا، الوزير الطالبي العالمي حسم في الموضوع نهائيا. بقى المشكل هو ديال الجامعه، هو المشكل الجامعه جاي في المحور الثالث لان كاين المشكل ديال الانتخابات ديال الجمع العام اللي داز في الجامعه السنه الماضيه. ما يمكنش هذا النادي عنده توابيت ديالو، ونادي ديال المؤسسه، عندنا مبادئ، عندنا اخلاق، عندنا التزامات، فما يمكنش انه بجرة قلم اننا نغيروا هذا الشيء كل شيء على انه باش نبقى انا رئيس عصبه ولا نبقى عضو جامعي ولا هذا. العصبه ديال الدار البيضاء فيها 34 جمعيه ونادي مشكله من الانديه اللي كتشتغل، اغلبيتها واحد 70 80% كتشتغل. وكما قال بديت في المدخل ديالي الاول، كاينه اكراهات خاصة في المجال ديال الدعم ما كاينش، وفي مجال ديال البنية التحتية. ومع ذلك اليوم حاليا كنتوفر على 5 أندية داخل الترتيب ديال 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 الجامعة، ديك 50 اللي كيصوتوا عبر جميع الأندية ديال المغرب اللي هي 220 نادي. حنا كنتواجدوا 5 الأندية، كان واحد الوقت السابق كنا 10 ديال الأندية، وكان عندنا الصوت ديالنا كبير وعندنا تأثير داخل الجمع العام. الأندية ديال كاين الأندية الكلاسيكية اللي معروفة اللي كتعرفها السي الحاج، بحال الوداد، نادي البلدي، نجم الشباب، الرجاء، الشباب الحسني، عدة أندية كلاسيكية. اليوم خرجت أندية في المحيط ديال الدار البيضاء. إلا نقول لك دابا أحسن نادي عندنا هو رشاد البرنوسي اللي عاطي للمنتخب الوطني في هاد الناشئين 9 ديال الدائرين أو 10 بإمكانيات محدودة، ملعب ما كاينش يعني نقولوا حنا منعدم في البرنوسي. أهل الغلام، كاين الأندية عندنا في مسكورة، في النواصر، في مديونة، في شلالات، خرجوا هاد الأندية فيهم ناس. هو كنا كنقولوا ما يكونش تفريخ ديال الانديه، حيت التفريق بعض المرات يسيء لذاك العمل الجماعي وداك الشيء هذا. ولكن الحمد لله هذه الانديه هذه عطات منتوج وبصمات، على واحد البصمه تقنيه مشجعه باش انه يمكن لنا نستمروا في العمل ديالنا. عصبه الدار البيضاء هي كتبقى مجموعه من الانديه منضويه تحت لواء الجامعه. للاسف اليوم كنعيشوا واحد مفترق ديال الطرق. الجامعه لها راي اخر، انه العصبه ديال الدار البيضاء بعد ما انه دقينا البيبان على الشركاء ديالنا اللي تيبقاو هما السلطات المحليه، لان ما لقيناش مع من تجاوبوا في المجالس المنتخبه. الا نقول لك بان حتى مجلس من المجالس بثلاثه ما تعطيش منحه للعصبه، رغم انه كنتوفر اكثر من ازيد من 14000 منخرط بالعصبه ديال الدار البيضاء. 14034 جمعيه، رقم هائل وماشي هو النوع ديال الرياضه القوى، ما فيهاش ذاك الهوليغانز وداك كتعرف السي الدري كيجري ما نسميوش، لان الهوليغانز داز لبعض الرياضات الاخرين. احنا الدري كيمشي يشارك في عدو ريفي ولا هذا كيعيا، كيجي للدار يقلب على السيل ديال الميدوش وكيمشي يشد الكتاب ديالو ولا ينعس. ما كاين رياضه وما كتطلبش امكانيات كثيره ومهدئه وصحيه. هذه الجائحه ديال كورونا بينات بان المناعه راه ما كتجيش غير، راه كتجي بالرياضه، الممارسه الرياضيه، بالناحيه البسيكولوجيه حتى هو كيلعب دور، الاكل هذا وشي طريقه النوم، كاين شي حوايج كنربيو في الوليدات ديالنا هذا الشيء هذا. ومع ذلك انه ما لقيناش الدعم، دقينا الباب ديال السلطات المحليه، كان تجاوب مع العمله، بدينا في العمله ديال عين السبع قبل شنا المحمديه، كان درنا واحد لابيس ولا المشروع راه باقي في الدراسه. كيظهر لي بانه كاين عمل ديال 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 العصبه باش تقلب على ذاك الموارد الماليه الخاصه بها. لان نقول لك انا هاد الا غنشتكي واسي وشكون معك يجي صريح نشتكي من المجالس المنتخبه، نقول لك انا الجامعه التي الميزانيه ديالها كتفوق 12 مليار كتعطي للعصبه 40000 درهم. العصاب ديال المغرب تعطيهم 40000 درهم، 40000 درهم فيها تدير تظاهرات،
تنقيب، تشري تجهيزات، تخلص الكتيبه، تكري الضوء، الماء، الهاتف. ما فهمتش انا داير 40000 درهم ديال الشهر. مبلغ هزيل. ماشي هزيل، هو 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 يستحي من الانسان يهضر عليه. والدار البيضاء 6 سنوات ما كتاخذوش، انه محرومه منها حتى من هذيك 40000 درهم. ومع ذلك الامور غاديه مزيان بالنسبه للعصبه، كتنظم تظاهرات باش اولا كاين شركاء ديالنا، وكاين وطنيين، واحد الناس وطنيين غيورين على هذه الرياضه في الدار البيضاء. كيقدر يجي يتلاقى معك شي حد، وهذا نفتح واحد القوس، هو اللي شكون اللي كيجلب لينا هاد الناس هادو. ومن خلال هاد اللقاءات الاعلاميه اللي كي مشكورين انهم كيفتحوا لنا المجال، ماشي نقلبوا على دي سبونسور ولا محتضنين، غير الناس اللي كيقول لك وما يمكنش الدار البيضاء فيها 14000 وليد، وخصك تعرف منين جايين سي الرياضه الفقيره. الرياضه الفقيره بامتياز هي العاب القوى، حيت اللي غيدير العاب القوى خصو يكون فقير. ما لان ما كتطلبش ليه انت المقابل، ما كتقولش ليه غنسافروا غتجيب هذا. بالعكس، العكس ديال بعض الرياضات، لان الا مشيتي دير كره القدم كما قلتي ولا ليكيتاسيون غدا ولا تنس ولا هذا، ما يمكنش للجميع متوفر للجميع. اذا كيظهر لي بانه من هذه اللقاءات الاعلاميه تيخليو انه الناس يجيو عندنا على اساس اننا كما كيضحيوا الاطور التقنيه، حتى الانديه كتضحي اليوم باش انه ذاك المكتسبات ديال العاب قوى بجهه الدار البيضاء تبقى دائما في المستوى.